سلام، أهلا وسهلا فيكم بقناتي. أنا سارة، هذا أول فيديو لي على اليوتيوب. كتير متحمسة الصراحة. نحن بالشهر الفضيل، شهر رمضان الكريم، ينعاد عليكم يا رب ألف خير. اقترب العيد فحبيت بصراحة أشارككم مشترياتي واختياراتي لأربع لوكات مختلفة للعيد، و بصراحة هن بيناسبوا، يعني بيناسبوا هلأ رمضان، بيناسبوا العيد، بيناسبوا يعني مثل ما بنقول مناسبات مختلفة. فشوفون تابعوني للأخير، ورح يكون لنا حديث صغير بنهاية الفيديو، فخليكن معي. هاي القطعة الأولى مثل ما نكون شايفين، اللون هو بيبي بلو. الهواية الفاتح الهادي جدا جدا جدا، يعني لون ناعم والقماشة ناعمة. الموديل لطيف، هلا رح تشوفوا عليه. بصراحة كتير تفاجأت، أنا أول مرة بطلب قطعة هيك شكلها، إنه يعني بحب أنا الموديلات السيمبل، بس ماني مجربة هيك شيء إنه بتجي سحبة واحدة. والشغل وال يعني عن جد تميز الإطلالة هي هو بموديل الكمام، كتير حلوين شايفين، يعني هيك شي بصيح رمضان وعيد وفرح، كتير حلوين. من تحت انا بظن انه كل اللي طلبته قياس سمول، لبسته بنفس الطريقه اللي هن حاطينها على الموقع، انه حاطي له حزام فضي و طابقين كتير مع ذلك. أنا لما جربتهم حاولت إني أحس إنكم أنتوا معي وكأنه حدا عم بيساعدني بالتنسيق، فبتمنى يعجبكم الطريقة والأسلوب اللي رح فرجيكم فيهم القطع. يعني تحملوني كمان، هذا أول فيديو. أوكي، نشوف القطعة الثانية كيف هلا مع هذا الاشاط الناعم. هيك غيرت عن هداك الحزام وحطيت هاي كمان، طبت هاي مثل ما قلتلكم، غيرت الشوز. كيف احلى بالله، شي بحير عن جد. الحلو انه كتير ناعم بطريقة راقية وبيتنسق باكتر من شكل، عن جد ما تلبكت فيه ابنه. مشان يلي بحب الألوان متميزة، شوفوا لي هاللون كمان القياس سمول. الأب حديث تاني، الأب هيك موديل كتير كتير حلو، كتير طلعت حلوة على اللبس، يعني موديل الأب مع الكتاف مع القصة بالمجمل كتير حلوة. شوفوا هون التفاصيل حلوين، مشكوك وما بعرف، تحسوا تطريز ومشكوك، الألوان متناسقة بالشكل، الكمام أكابريات، الطول حلو. إذا الواحد مو طويل كتير كتير يعني بتعظم، ف عن جد حلو. طيب تعال نختار الحذاء المناسب لسندريلا، هذا الذهبي أكيد بيطبق، هذا مبين فضي على الكاميرا بس هو على الواقع ماشته
حيطانة فضي وذهبي كمان يمكن تطوى. طيب واحدة من هذول التنتين أكيد. هلا شوفوا قصة حياتي يا جماعة، لأني قررت ألبس هاي طق القفل، بدي أجرب حل الموضوع بالشكالة ادخلها بهذا الطرف ومن هون وسكرة. يا الله كتير طابقة. هلا حيا أم السوس، فكرة زبطتها بالشكالة. شوفوا بدي أعمل لكم اختبار المخايلة. هلا الشمس، هذا ضوء الشمس، الشباك مفتوح لإضاءة، شايفين مبين عليكم كيف الشمس، فما بيخايل. هداك اللي قبله بيخايل على ضوء الشمس، ما بيخايل على الإضاءة العادية، بس هذا شكله ما بيخايل خالص. اوكي شايفين كيف بيفرق لونه بين على الشمس على الضوء بالعتمة، بس هو لونه بجنن باربي حرفيا باربي. بس رح اغير لكم الاضاءة مشان يبين لونه المزبوط. اوكي بياخذ العقل على اللبس حرفيا، احلى حتى من على الصورة. كان كوي على فكرة كتير سهل، القبة أكابرية رائعة، الكتف موديل الكمام كتير حلو. يعني ما هو من ورا بجلس هذا، يمكن ما عندي معه غير مشكلة صغرونة انه طوله شوي علي. يعني انا بتمنى انه يكون لتحت العظمة وجاي لفوق العظمة، بس شو بدي اساوي. بنات اذا طولكم بين 160 لل 168 بيطلع حلو. يعني انا لو عصانطيين كان طلع احلى كطول، بس ككل كتير حلو، كتير حبيت التفاصيل الحلوة. اللي بعدها فكرت أنا إنه مو الكل ممكن بيرتاحوا يلبسوا رواب، إنه لازم يكون في خيارات تانية. يعني نجي على اللون البناتي الواو. اوكي شوفوا هون، شوفوا لون الكم هيك مثل المي، هيك لو كان في مي لونه زهري كان رح يكون هيك شكله. فكرة عن جد الكواليتي بتطير العقل، كل شي فيه. يعني هذا موديل الجاكيت فخم عن جد مثل الماركات المعروفة، والقصة أكابرية وكتير بتجي حلوة على اللبس. كل شي يعني الصراحة يعني كل شي فيه مزبوط، الأزرار، الدرزات، كمان في له زنار يعني بيحب يحط حزام. بس اللون كتير لطيف، زهري فاتح مطفى كتير ناعم. ان شاء الله تحبوا كمان الطريقة اللي نسقت لكم اياها فيها. اوكي كمان جبت منه قياس سمول، مزبوط سمول. شوفوا عن جد انا متفاجئة، كل الاشياء جاية معها ازرار زيادة هيك، عن جد فظيع التطور عن جد شيء. هلأ مع هذا الجاكيت الزهري اذا بدي خليه يبين شغل حفلة او مناسبة اكتر، يمكن لازم روح مع هاي الشفافة. اما اذا بدي اياه بين ابسط يعني عصبور اكتر، بروح مع هاي الكعبة واطي البليزر، لونه زهري مطفى، لون حلو ناعم بناتي، تغيير شكل هيك خاصة جايين على دفا، يعني فيكم تلبسوه بالفترة الجاية. الكمام موديلهم حلو وغريب. اوكي شايفين كيف بيطلع شكله مع الحزام، حلو بالحالتين على فكرة، مع حزام وبدون حزام جربته حلو بالحالتين. عون
انتو كيف تحبوا كيف ترتاحوا. انا الحزام لازم سبتو يعني و يعني هو موديله غريب، هو بتجوا مثلا للشكل انه بيشبه الجواكيت. الحلو فيه انه طويل، طوله حلو. تغيير شكل الكمة اللي هن شو فيكن يا فيهن لمعة حلوة، بيشوفوا بس ما بيشوفوا كتير. بس يعني اكيد كنت تلبسوا تحتهم شيء، بس انه ما بتاكلوا هم كتير انه يكون لون تحتهم نفسه او شيء، لانه ما كل هالقد ببين. بس انه بدهم شيء تحتهم حلو. تغيير شكل اللي ما بيحب يلبس فستان وحابب يطلع هيك رسمي ومرتب وانيق، حلو ما؟ اوكي. هلأ هون قطعة كتير لذيذة، انتو شايفين معي اللون. هلأ طالع شوي افتح يمكن لانه انا حاطة اضاءة قريبة، لانه الدنيا عتمة يعني مساء. ف هي لونها لذيذ، في لون لذيذ، هذا هو اللون اللذيذ عن جد لونه. لك شفتكم يا يمكن بعدها كله ما عم بقدر اوصف لونه غير هيك شوكولا بالكراميل. بيشبه اللون الارميدي بس شوي هيك مختلف عنه مع القماشة. عن جد طلع القصة يعني إلى قصة فظيعة، وعاللبس هيك حلوة. طولها حلو. هلأ هاي القطعة كمان سمول، بس هي في يمكن في منها بتجي سمول قياس عادي وسمول بتيت. ف يلي مثلي مثلا هيك نحيف، مع انه انا طويلة، بس هيك اللي نحيف وبيحس حاله ان قطعته صغيرة، قطعته صغيرة بس ما لها علاقة بالطول. قلت كيف علي؟ فاختاروا بتيت. غير اذا الواحد لا يعني حجمه يعتبر عادي مع طول، فما بنصح انه يختار بتيت. كانت اقصر بشوي ما كان مشي حاله، يعني طوله مقبول. بس القياس بياخد العقل. الخصر جا علي تفصيل يعني، فهذا القياس سمول بتيت. اوكي فكرة في منها كان ثلاث الوان، في لون هيك كحلي هيك او ازرق رويال، اكيد راح اجيبه. انتظروه حلوة. اوكي ورجعنا لهون المرة الاخيرة، ما بدها كتير تفكير. هذا اللون قريب من النورة، يعني هو مو نفس اللون بس من المشتقات، راح يطلع حلو. هاي التنورة مثل السحر، تسحر عن جد. واو، من وقت اللي طالعتها من الكيس وانا ما مصدقة انه شيء صار عندنا هيك شغلات. واو يا الله شو حلوة عن جد، لونها شوكولا بالكراميل. بحس بتبقى عليها كتير اشياء على هذا اللون. ما اخذ معي تنسيق اللوك ولا خمس دقايق. شو رايكم؟ شايفين قديش فيها فوليوم تتناين، طولها حلو. هل وصلتوا لهذا الجزء من الفيديو؟ فشكرا لكم. لو حبيتوا اكيد حطوا لايك، حسسوني بمحبتكم، اكتبوا لي تعليق، صحوني، انتقدوني لو في شيء بتعتقدوا لازم غيره او حسنه. روحي رياضية وليهمكم. اكيد حطوا سبسكرايب، يعني ناطرين لكم يعني. حطوا سبسكرايب.
كلمة أخيرة هيك صغرونة، إنه عن جد حبوا حالكم مثل ما أنتوا. لو حدا انتقد إطلالتكم بالعيد مثلا سمنانة فأنتوا عادي، عن جد يعني خدوا نفس وقولوا لهم هيك أحلى ما نحفانة، كمان قولوا لهم هيك أحلى ما، يعني حبوا حالكم مثل ما أنتوا. لا تعطوا مجال لحدا ينتقدكم ويضعف معنوياتكم أو يكسر بخاطركم. هيك خليكم إيجابيين وكل حدا حلو مثل ما هو، إن شاء الله يا رب هيك أيامكم كلها أعياد وأفراح، وبشوفكم في فيديو قريب. نسيت خبركم شي، فرجعت رقد مشان لكم إنه لو عجبكم أي شي من القطع اللي فرجيتكم يا هون حاولوا تشترون بأسرع وقت، يعني خلصوا الفيديو من هون، حطوا سبسكرايب من هون وروحوا اشترون. رح تلاقوا الروابط القطع بالديسكريبشن بوكس، وفعلوا الجرس هيك بيوصلكم كل جديد، بتعرفوا امتى بنزل فيديو، وبتمشوا معي خطوة بخطوة. شكرا لكم.